فالوحي حينما يأتي بالكمال مثلاً فإن وظيفته هو إيصال العقل إلى هذا الكمال، متولي الارتقاء به في المدارج الإدراك. وكذلك حينما يأتي بالغيب فهو يوسع مدارك العقل، يعطي ما لم يكن بمستطاع العقل أن يدركه، وهكذا. فإذا نمضي إلى النقطة التي أطرت شوية في مدارج العمل 10 دقائق وننهي نروح إلى المناقشة. فالفصل الأخير يعني العلاقة بين الدين أو الفصل بين الدين والشرع يتخذ قلنا صورة الفصل بين الفصل الأول بين العقل والشرع، ثم يتخذ الفصل بين العقل والوحي، ثم الآن الفصل بين العقل والإيمان. أما الصورة التي كما قلنا التي اتخذها الفصل بين العقل والدين فهي الأخيرة، فهي الفصل بين العقل والإيمان. المعنى المباشر لهذا الفصل معنيان متلازمان، أرجو الانتباه لأن النقطة في غاية الأهمية. والغرب جعل من هذا الفصل يعني قمة وعي الدين، لا فوا لا غيزون، يعني بالنسبة له نهاية ما وصل إليه عقله في إدراك أمر الدين. سنرى أشياء باطلة في هذا المسار. أولاً معنى مباشر معناه أحدهما أنه لا شيء من الإيمان في العقل. هذا النقطة الأولى. والشق الثاني أو معنى الثاني أنه لا شيء من العقل في الإيمان. إلا يعني لا يمكن يكون تعارض بينهما. فإذا نبطل الشق الأول على كل. فواضح أن الفصل بين العقل والإيمان ينبني على فرضية مركبة مخصوصة. جزءها الأول هو أن العقل يقوم على الأدلة الظاهرة، وأدلته متى صيقت على مقتضى شرائط المنطقية تكون يقينية ملزمة للعقل. وجزءها الثاني أن الإيمان يخلو من الأدلة، وخلوه منها يفضي إلى التقليد الذي لا يلزم إلا المؤمنين، وإبطال هذه الفرضية يقوم في أمرين. أحدهما أن نبين كيف أن العقل قد يتوسل بما لا دليل عليه، وفي هذا إبطال المعنى الأول الفصل، أي أنه لا شيء من الإيمان في العقل. والأمر الثاني الذي نبطل به هذه الفرضية أن نبين كيف أن الإيمان يتوسل بما فيه دليل، وفي هذا إبطال للمعنى الثاني، أي أنه لا شيء من العقل الإيمان. فإذا النقطة الأول فهو لا شيء من الإيمان بالعقل، ويبين على أن العقل ينبني على الإيمان. يبطل هذا المعنى متى تبين أنه ليس كل قول في الدليل العقلي مستدلا عليه الإطلاق. والواقع أننا نجد في هذا الدليل قضايا لا استدلال عليها، لم يستدل عليها العقل. نذكر منها أولا المقدمات التي ينطلق من الدليل، فكين أمرين أو ثلاث، فقد تؤخذ مسلمة على وجوه عدة، يعني تؤخذ مسلمة على وجوه، إما بالتقليد الصريح مسلم به، وإما بدعوى حصول ثبوتها بدليل آخر في علم آخر، وإما بادعاء أنه في الإمكان التوصل في المستقبل إلى برهان ثبوتها. فإذا تبقى هذه، ونذكر منها أيضا، وليس هذا فقط، ليس فقط المسلمات، بل أيضا قواعد الاستدلال التي ينتقل بها من المسلمات إلى النتائج هي أيضا لا يستدل عليه، إما
أنه يقال أنها تقريرات مأخوذة بالتقليد، وقد يكون بعضها مستخرجا من قوانين تم البرهان عليها خارج النص المنطقي الذي ينتظم في هذا الدليل قرن عليها في الجهات الأخرى. وهذه قضايا جميلة تكون موضوع تسليم، وهذا التسليم على نوعين. هذه النقطة، التسليم المطلق مبناه على الخلو في كل الأوقات من كل دليل، يعني هذه الأمور التي ذكرنا أنه لا يمكن التدليل عليها لا تدليل عليها مطلقا، وقد يكون تسليما نسب مقيدا ومبناه الخلو في وقت مخصوص، في وقت مخصوص من الدليل، يعني قد يأتي المستقبل فيدلنا على ذلك، أو يعني هذا الذي أو وجد دليل من قبل وفقي وغير ذلك. ولما كان التسليم عبارة عن قبول القول بغير دليل في كل الأوقات أو في وقت مخصوص، فقد صار هذا التسليم من جنس الإيمان المقلد. فالعقل في إيمان مش فقط مجتهد في إيمان مقلد، سواء كان هذا الإيمان مطلقا أو مقيدا. فيلزم أن في الدليل العقلي نص مجرد في الدليل العقلي مجرد نصيبا من الإيمان المقلد، أي في نهاية الأمر نصيبا من القرارات غير العقلية بالمعنى المجرد. وليس هذا فقط، بل إن اختيار العقل المجرد طريقة للتعامل مع الأشياء هو قرار إيماني صريح، حتى إن بعض منظري العقلاني الحديث يتكلم بهذا الصدد عن الإيمان بالعقل. يعني يقول ما كناش نؤمن بالعقل، ما كنا، والعقل مجرد يعني مقطوع عن الشريعة المنفصل الذي قد يخطئ ويصيب، ليس المعقول العقل المعصوم الذي موصول بالفطرة. إذن هذا يدل يعني نحتاج أن نؤمن بهذا العقل. والشاهد على ذلك أن هذا التدليل على العقل وجودا أو صحة لا يمكن أن يقنع من يرد المبادئ والقيم التي يستند إلى هذا التدليل. قد أنا أرفض ربما سيتبين هذا أو لم أذكره مررت عليه لأن أطيل سأبين لكم كيف أنه ممكن أن نبطل قوانين عدة منطقية. مثلا قد أرد أنا القيم والمبادئ التي يستند إلى الدليل، وبهذا يكون عقل مجرد ونفسه بحاجة إلى عقل آخر لإثبات وجوده أو صحته، لا يكون مجرد مثله ولا يلزم أثبته. غير ذلك ممكن اليوم عقل نفسه هذا العقل أصبح يرسل بعضه من دليل. أنا سأذكر لكم هذا العقل المسائل، لكن قد نأتي نتركها في المسائل. يعني ظهرت أنواع من المنطق هي رياضية، ولكن ترفض مثلا المنطق المعلوم لدينا الذي هو مبدا عدم التناقض ومبدا الثالث المرفوع ومبدا الهويه، بعد بالنسبه لهم مثلا يكون الشيء غير هو، ان يجتمع الامر المتعارضان، ان لا يكون هناك ثالث مرفوع وغير ذلك، ووضعت مناطق انواع من المنطق. فاذا نرجع الى الجزء الثاني او الشق الثاني من الابطال، وهو أنه لا شيء من العقل في الإيمان، لا شيء من العقل في الإيمان. العقل الإيمان تقرر عند الثقافة الأجنبية، تقرر أنه لا عقل فيه. يبطل هذا المعنى الثاني إذا تبين أنه ليس كل حقيقة دينية تؤخذ مسلمة بالتقليد، أو تكون في غنى عن أي برهان يثبتها في سياق عرضها أو في غير سياقه، أو تحمل مضمونا خاصا يمنع امتناع السلام عليه بطريق آخر. والحال أنه متى سلمنا أن مظاهر العقل توجد حيث توجد أسباب التدليل، لازم أن يكون في النص الديني قدر من هذه المظاهر العقلية وتوضيح ذلك. إذا سنبين كيف أن النص الديني إيش يا عيش؟
السادة عليه الصلاة والسلام. سألت عنكم كثيرا. الأستاذ العجمي الوليد قبل كل شيء صديقنا وأحد الطلاب تعرف تفضل كان من النبراء عندي. الأدلة الموجودة في النص القرآني، ولا يمكن أن تكون
يعني النظر مضيقا على طريقة الدليل الأرسطي لفهم النص القرآني. لكل نص قرآني عقله ودليله، وهو الذي ينبغي أن يستعمل في فهم هذا النص. وما تستعمل أي وسيلة، استعملت أي وسيلة أخرى فهي غير مناسبة لموضوعها فلا تدفع، بل تضر، تسيء إلى. وهذا العقل أسميه أنا العقل الموسع، لأن الأدلة موسعة. العقل موسع ويشمل العقل المسبب والمعين كلاهما لهذا العقل الموسع. فإن النظر الموسع ينبغي أن لا يكون أقل عقلانية من الحقائق المثبتة بواسطة العقل المجرد، وإلا فإن عقلانيته أعلى رتبة من عقلانيتها. متى وضعنا في الاعتبار قدرة العقل الموسع على أن يبرهن على ما يقدر ما لا يقدر العقل المجرد على البرهنة عليه، فلنوضح فضائل هذا العقل الموسع الذي ينبني عليه النص الدين. أولا، أن العقل في النص القرآني فعل، وسنراه في المساء. العقل فعل، وفعله هو فعل القلب، والقلب هو الذات الجامعة التي تصل بفضل فعلها العقلي قوى الإدراك جميعا بعضها ببعض، وتتوجه بها في تكامل بل في تداخل بينها إلى الأشياء المراد إدراكها. ما دام القلب هو يتوجه بكليته إلى الأشياء، لا أتوجه بجزئية من جزئيات عقل قلبي إلى الأشياء، لا. فالقلب ما معناه؟ لب الإنسان. هذا اللب يتوجه كلية لا يمكن إلا ما عاد لبا، ما عاد اللب سمه للألباب، ما عاد لبا. اللب يعني ليس هناك شيء ممكن أن تنقصه من هذا الشيء، فلا بد لهذا الشيء أن يتجه كليته إلى الأشياء. فإذا لما كان العقل فعلا من أفعاله، بمعنى أن هذا العقل ينطبع بكل الإدراكات الأخرى أو يوجه تلك الإدراكات الأخرى إلى المراد إدراك. فإذا أدركت بقلبي يعني بعقلي الشيء فأنا أدركه في نفس الوقت سمعا وشما وذوقا وكل الإدراك، حتى الأمور الخفية عنا من الإدراك. الإنسان ليس عنده فقط الإدراكات الضاد الجوارح، الإنسان عنده إدراكات أخرى وغير ذلك. الإنسان أوسع مما نتصوره، والعقل الشرعي أوسع مما نتصور الإنسان. فإذا العقل الموسع هو قوة فعلية، قوة فعلية تتجه بكلية الإنسان إلى الأشياء لا بجزئية من جزئياته. مثلاً يعني مثال بسيط، أنا سأرجع إلى هذه النقطة في المساء. مثلاً أسمع شخصاً، أسمع صوتاً، أسمع صوتاً، أتطلع لأرى صاحب الصوت كيف، يعني معنى أن يحرك أيضاً بصري مع سمعي. هذا غير ذلك. أن ثم الفضائل الفضيلة الأخرى، أن الفعل العقلي ليس هذا الذي ربما ذكرنا، ليس مفصولا عن أي فعل إدراكي آخر، بحيث يطول الاعتقاد بأن الفعل الشعوري أو الوجداني لا يدخل في باب الأفعال العقلية. هذا أكبر فضيحة فكرية ارتكبها الغرب وتبعها بدها المسلمون. أنا أحمل علماء المسلمين جانب الفصل بين العقل بين البرهاني والوجداني، شئتم تعبير وحدتين. لا، أنا أدرك وأحس وأجد أفضل، أجد يعني معنى الوجه، أجد الشيء معنى أجد الشيء، أدركه وأشعر به في ذات الوقت. هذه في غاية الأهمية، يعني لا ينفصل الشعور عن إدراك بينما هذه نقط يعني في غاية الأهمية، وينبغي وعليكم أنتم أهل الزيتونة أن تعيدوا هذا الفكر وتحيوا هذا النوع من العقل الذي افتقد. فإذا
حجة أخرى على إساءة العقل، أن الوجود الفعلي العقلي يؤثر في طبيعة في الأفعال، أن وجود العقل الفعلي العقلي في الأفعال يؤثر في طبيعتها الإدراكية. بمجرد ما يدخل العقل في السمع يتغير السمع، على الأقل يصبح السمع يحتاج إلى واصل، ما يعود مباشر مع المسموع، يصبح يتوسط. والذي بلغ قلبه أو بلغ إدراكه رتبة، لا أقول رتبة الاتصال بالفطرة، فإنه في تلك الواسطة ليس إلا الحق سبحانه وتعالى، يسمع الشيء ولكن ليس بواسطته هو، بل بواسطة الحق سبحانه وتعالى. يعني يستحضر في قلبه فعل الله في ذلك الأمر الذي يسمعه، أو صفة من صفات الله جل وعلا. وأن الفعل العقلي أيضا حجة أخرى يجعل الأفعال الإدراكية ترتقي من إدراك الظاهر الأشياء إلى إدراك باطنها والارتقاء في هذا الإدراك، وذلك متى وافق هذا الفعل الفطرة التي خلق الله عليه. وبناء على هذه الحقائق وهذه النقط سأقولها وسأقرأ بعض الآيات لأهميتها. وبناء على هذه الحقائق يظهر أن العقل الموسع إنما هو العقل الذي تستوي فيه قوى الإدراك، بحيث كل واحدة من هذه القوى الإدراكية عبارة عن قوتين، كل إدراك من الإدراكات عبارة عن قوتين. كيف ذلك؟ إحداهما قوة خارجية أو حسية لا تدرك من الأشياء إلا ظواهرها وقوانينها، وهذه القوة قد نطلق عليها العقل مجرد شيئا إلا يشترط فيها الدخول في العمل الديني. هذه القوة لا يشترط فيها، ولذلك ينجح من لا يتدين في هذه الأمور. القوة الخارجية سلطان، قد يكون له السلطان الأعظم، وهذا ما نشهد، ولكن هذا العقل الموسع يحتاج إلى قوتين. كل إدراك بمعنى أن صاحب العقل المجرد هو مسلوب من القوة الثانية، والقوة الثانية قوة داخلية تقف على بواطن هذه الأشياء وأسرارها، ويشترط فيها التحقق بالعمل الديني، يشترط حيث لا يحصلها إلا ذو العقل المسدد أو ذو العقل المعين. ونجد في ذلك آيات ووعيد، وتعمدت إرادة لا أقول لزعزعة الاعتقاد الموجود، ولكن يتفطن الإمكانات الفكرية التي يمكن أن والفلسفية التي يمكن أن نخرج بها في تدبرنا للواقع. نجد في القرآن من الآيات ما يؤيد هذا الازدواج، قوتين، قوة خارجية. فمثلا السمع سمعان، ظاهر وباطن، مصداق للآية الكريمة، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. معنى لا يسمعون ولكن لا يسمعون، معنى لا يسمعون باطني، قوة ثانية. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم فيهم الله فيهم خير من أسمعهم، هم يسمعون أو يسمعون بالسمع الخارجي، لو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لماذا؟ لأن السمع الخارجي وافر دون سمع الله. والبصر بصران، ظاهر وباطن، مصداق للآية الكريمة، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. كيف؟ والآية الأخرى، ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. هم يسمعون ولكن ماذا يسموا بالصم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وينظرون إليك، أنت تهدي العمياء ولو كانوا لا يبصرون. والعقل عقلان،
ظاهر مصداق الآية الكريمة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وذلك لأن قلوبهم لا تعقل إلا ظواهر الأشياء أما بواطنها الدالة عليها فهذه القلوب عن إدراكها محجوبة بالكلية وعلى هذا يتعين تحصيل العقل الذي يتسع لهاتين القوتين مستمدا هذا الاتساع من أصل القلب وهو على فطرته الأولى ويكون مضموم هذا الاستمداد عبارة عن مقاصد ومعاني وقيم متى وقف العقل عند رتبة التسديد وعبارة عن أسرار وأنوار وأرواح متى ارتقى العقل إلى رتبة التأييد وكلها تسد النقص الذي يعتري العقل المجرد على مراتب مختلفة ولا عجب أن يستعمل الخطاب القرآني بهذا الشأن أفعالا لها أبنية التكريم تفيد التكريع والتكتير والأخذ بالقوة مثل تفكر وتتفكر وتدبر وتذكر كل هذه الأفعال ما معنى انفذوا من ظاهر هذه الأمور إلى باطنها دائما وهذه صيغ تفيد التكتير والتكريم كما تعلمون فإذا لتقضي هذه الأفعال بذل الجهد في الارتقاء بالعقل من الإدراك الأول الذي يقتنص من الموجودات ظواهرها إلى الإدراك الآخر الذي يفوز إلى بواطنها متطلعا إلى معرفة ممتعها في تجلياته عليها بالإيجاد والإبداع. ومتى ازدوجت هاتان القوتان في العقل انفتحت دائرة إدراكه وصرح في فضاء أوسع مما عهده وأخذ الإنسان ينظر إلى الظواهر في نفسه وفي الأفق من حوله على أنها آيات بديعة من ورائها معاني سامية وأسرار ملكوتية تجاوز طاقة العقل المجرد معاني وأسرار تكشف عنها بعض الحكمة الإلهية التي وراء وجود القوانين التي تضبط الظواهر الكونية والتي يتعلق بها العقل المجرد للوهلة الأولى ولا يزال الإنسان يمارس هذا النظر الموسع الذي يتعدى الظواهر إلى ما فوقها حتى يصير وصفا قائما بنفسه لا يحيل عنه أبدا فحينئذ تتدفق في أودية عقله أمداد الإيمان بلا انقطاع هكذا فإن العقل الموسع هو العقل الذي يقف على ما يقف عليه العقل المجرد من القضايا والقوانين ولكن يزيد عليه أمرا عظيما لا يطيقه العقل المجرد ما بقي على جريده الضيق ألا هو تأسيسها على الحقائق الإيمانية الواسعة إذ من شأن هذا التأسيس أن يجدد النظر إلى هذه القضايا والقوانين بما أن يكون كسبان العقل المجرد ويمدها بالمشروعية التي تفتقدها والتي لولاها لتهافت منطق وجودها ومتى صار الإنسان يملك عقلا بهذا الوصف لا محالة أنه أصبح إنسانا جديدا وإطلاقا إيمانه مكتوبا في قلبه فدور العقول الموسعة هم الذين أطلق عليهم القرآن الكريم اسم أولي الألباب إذ هم أولئك الذين كتب الإيمان في قلوبهم مستوليا حبه على مشاعرهم ومتدفقا مدده في مداركهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان يعني ليس من قرأ الكتاب كما سمع
سمع الباقي صحيح أي على أخرى نحن الآن استمعنا إلى الرجل مباشرة بعد أن قارناه وربما نفهم أشياء وهذه مناسبة ثلاث على مدى ثلاث أيام لنتحاور لقاءات فكرية مع الدكتور عبد الرحمن لنحاوره ونجادله ونجهزه كذلك ولنفرح المنتظر لأنه هو رجل يعني كبير وكبير يتحمل المصاريف فكلمة إلى إخوة وأحسن وأخوان مشكور إلى أن لوحة العالم أو الفهم اللغوي للعالم
هو مسألة إعادة قراءة أو تفكيك نظام الفيزيائي للكون، وبالتالي إحالة فهم الكون من ناحية لغوية إلى المسألة الفيزيائية والمسألة الطبيعية. في حين أن روسيا يرفضون نظرية النسبية اللغوية هذه التي جاء بها بيسجر، ويذهبون مذهبا آخر، يعني يتصورون من خلاله أنه الفكر ربما يتأثر إلى حد ما بالبنى المحيطة به التي قادرة على أن تغير يعني منطلقات. لا أريد أن أغلى في النظرية، فقط الذي أشد منه منها هو الجانب الذي خرج به عالم الإسلامية الياباني توشيهيكو إيزوتسو لما عالج قضية القرآن وتحدث عن مسألة الرؤية اللغوية للعالم خلال القرآن الكريم. هذا السؤال لم أجد من أسأله عنه، فقط الأستاذ عبد الرحمن أنا يعني أتحين هذه الفرصة لأسألكم يا سيدي أن توضحوا هذا الجانب، وأنا قد استمعت أنكم تستخدمون صناعة تفكيك اللسان من أجل الحديث عن العقل في هذه الصورة التي تمثل الله والكون والإنسان، وشكرا. دكتور محمود، أستاذ محمود الزواجي هو أحد علماء الاجتماع الذين يشيدوا بمسيرة أو صاحب نظرية الرموز الثقافية النظرية. شكرا. يعني أنا الحقيقة أنا عندي بعض المساوئات اللي هي في الحقيقة تبدأ عندما نتحدث عن العقل كمفردة، وأنت أقمت طبعا في ذكرها وأقمت الفلاسفة فقط فيها، لكن يعني أنا في علم الاجتماع أنا لست فلسفة، وعلى هذا الأساس أنه أجد أن كلمة العقل تبدأ تبقى فلفلة، بمعنى أنه ليس هناك تعريف شفاف دقيق بما نقصده بالعقل. وطبعا عندما نتحدث ونبني كل أفكارنا على قضية العقل والدين، العقل الموسع ما فيه، تبقى الأمور دائما إذن هي مشي في هذا المكان. ومن هنا يعني أنا وذكر الأستاذ عبد الشهيد أني أنا مهتم بقضية ما أسميها الرموز الثقافية، بمعنى أن ما يميز الكائن البشري عن غيره من الأجناس الأخرى هي منظومة ثقافية، وأنا طبعا هنا أدقق الأمور، بمعنى أن مثلا ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات أنه هو الكائن الوحيد الذي يكتب علم الإنسان بالقلم، هو الإنسان الوحيد الذي له طبعا الجانب المنطوق للغة بالمعنى الواسع الفلسفي وغيره من المنطوق، يعني هو الكائن الوحيد اللي له ما نسميه رصيد المعنى، يعني من مكتبة الإسكندرية إلى مكتبة الكونغرس في واشنطن ليس هناك كائن آخر له هذه السمة. طبعا قضية التدين الكائن البشري هو كائن متدين، هناك القيم الثقافية وغيرها. أنا إذا سميت حتى أتي إلى تعريفي، أنا سميت أن هذه المنظومة هي منظومة الرموز الثقافية، وبالتالي فالإنسان هو بالتطبيق هو كائن لغوي ثقافي بالطبع، بمعنى إن وجدت إن لم توجد اللغة على الأقل في شكلها المنطوق فليس هذا الإنسان الذي يعرف بذلك. ومن هنا أنا سميت اللغة هي أم الرموز الثقافية جميعا. عندما نأتي مثلا إلى قضية العقل، يعني كتبت مقال منذ سنتين العربي، يعني هي مسامة أنه لا نستطيع الحديث على العقل البشري بمعناه الواسع وبمعناه البسيط إن لم
نذكر قضية الرموز العقل، بمعنى ما الفرق بين عقل ابن خلدون وعقل الإنسان البسيط في المغرب أو في تونس أو في كندا؟ هي في الحقيقة يعني رصيد الرموز الثقافية التي يحملها العقل الخلدوني مقارنة بالعقل البسيط أو حتى العقل المتعلم نوعا ما في الجامعة. ومن هنا أنا قلت لا يمكن الحديث عن عقل بالمعنى الواسع، وربما بوق الأمور، لأن يعني مثلا عندما نتحدث عن العقل الغربي، هل العقل الغربي هو مختلف بيولوجيا وفيزيولوجيا يعني وغيره عن العقل العربي المسلم؟ لا، هو ليس مختلف، وإنما الذي يشكل هذا العقل في ذهن من عقل أرسطو وإفلاطون وعقل ديكارت وغيره وعقل البازلي، هي الرموز الثقافية التي نشئ فيها هذا العقل وأصبح يتصور أو يمكن تصورات وتفسيرات للكون الذي حوله. يعني من هنا أنا أريد ربما أذكر شيء، لأنه أنا رأيت أن ذكرت قضية السمع والبصر، وأنا أخذت إلى الآيات في القرآن ووجدت أن السمع يذكر دائما هو الأول، سواء كاسما أو كفعل أو كنعم. وأنا سألت نفسي أن السمع هو يبدو أنه أهم من البصر في حالة الدرجة، ووجدت أن القضية هي قضية الرموز الثقافية، لأنه بالسمع فقط، بالسمع فقط يمكن للإنسان أن ينبت في عالم الرموز الثقافية. لأنه لو ولد الإنسان أصم، يعني لو طه حسين ولد أصم، يستحيل طبعا أن يصبح طه حسين. تمام وشكرا. أنا أريد إذن يعني القضية تقريب العقل هذه، هل نبقى تحت هذا العقل هكذا أو لابد من تحديدات تساعد على الفهم؟ وشكرا لكم. دكتورة سيد حسين الجلاصي. شكرا. أود أن أشكر الدكتور طه عبد الرحمن للشرف الذي نالنا بحضوره ولمحاضرته الكريمة، وقد استفدنا منها كثيرا في الدرس الفلسفي والدرس الشرعي على حد سواء، وأماطت اللسان عن كثير من المفاهيم. في الحقيقة لي ثلاث ملاحظات. أولاها يتعلق بعلاقة العقل بالرأي عند حديثكم عن علاقة الفصل بين العقل والوحي. وهنا أسأل الدكتور طه عبد الرحمن، ألا ترون أن مفهوم العقل انحصر في مفهوم الرأي في الثقافة العربية الإسلامية، والرأي مرتبط بالظن، والظن مرتبط بالخطأ، ولذلك تحرج الأصوليون والفقهاء في باب القياس، حتى أن الغزالي قال وهذا باب كثر فيه الشغب، وقيدوا هذا الدليل الشرعي وأفاضوا في حجيته وفي قبوله، لأنهم كانوا مسكونين بهاجس الخطأ وهاجس الرأي، والأحاديث كثيرة في ذلك. وربما مشروع الشاطبي ينضوي ضمن هذا الهاجس، لأنه تاق تجسير العقل مع الشرع حينما قال ولا يسرح النقل في العقل إلا بمقدار ما يسرحه النقل للعقل. نعم. الملاحظة الثانية، قلتم لو حافظ الإنسان على الفطرة لكان العقل والشرع متوافقين متطابقين. هل يعني ذلك أن الثقافة هي التي أفسدت علاقة العقل بالشرع، وأن الفطرة هي المصفات لهذه العلاقة؟ وهل يتوافق هذا مع ما ذهب إليه نجم الدين الطوفي في فهمه للعقل وإشادته بإدراكه، ومع ما ذهب إليه ابن تيمية
عندما تحدث عن القياس الفطري والقياس الاصطناعي. أسأل الملاحظة أو السؤال الأخير، ما هو مفهوم الدكتور طه للإيمان؟ هل هو الاعتقاد الراسخ الثابت الذي لا يمكن أن يتزحزح عن النفس والعقل؟ هل هو الاقتناع والإقناع؟ هل الإيمان إدراك قلبي ويكون للقلب منطق يجهله العقل كما ذهب إلى ذلك باسكال؟ وشكرا. شكرا. تفضل أستاذ. أنا سيدي سيدي المنظمة الثانية أشكر جامعة الزيتونة سيدينا الأحمد المنظمة الثانية أشكر جامعة الزيتونة أشكر جامعة الزيتونة على إتاحة هذه الفرصة وأشكر الدكتورة على جلسة المسيحة الخاصة لأنها لحظة قبل أن أدركتها أنا شخص لا أقول من يريدني حتى لا تضع عقواس ولا أقول من الأتباع لكن من القراء أنه من قطاع الرحمن علاقتي بدأت منذ تقريبا 2006 عندما رأيت أول مرة في برنامج المسارة ووقف قال أنه صدر له كتاب جديد اسمه الحالات ومجتمع فطلب زميلي معرفة له هذا الكتاب عدت إلى النحو والمنطقة السوريين ثم تجديد العمل الديني وتجديد العقل ثم تجديد منهج التقوى التراث ثم وصول حرارة تجديد المكانات من المنطقة السبلة ثم حرس سبيل الاختلاء الحرارة والاختلاء النسبي حتى كان اختيار الفكر روح الحضارة سؤال الأخلاق سؤال العمل روح الدين إلى أخير كبيرا من القراء الدينيين طه عبد الرحمن وهي لحظة سعيدة أريد أن أقول شعرا لكن من المترجمين وطاع عبد الرحمن في الاصل شاعر تاهت مراكبه لسبب سياسيتي فذهب الى الفكر وقد يعود الى الشعر كما يقول في حوارات من اجل المستقبل وقد يعود الى الشعر والاصل في الكلام كما يقول طاع عبد الرحمن هو الشعر والاهداف عليه الشعر مني هو الكلام الاول الذي تكلم الانسان مع الثقافة التي لحقت جرّة ذلك الكلام الشعري، الإنسان لم يكن يتكلم في بدايته بالشعر، لأن كل كان مجازيا ومشاركا إشارات، يعني خروج من الواسطة، لماذا؟ لأن كان كلام الأول واسطته خالق، انتقل تدريجيا إلى الواسطة غير خالق، ثم بعد ذلك صرف غير خالق وأصبح إذن شكرا لكم أول ما في العمل تحت هذه الفرصة وشكرا أيضا للأستاذ طه على جهده وجهاده المعرفي وأنا أيضا تلميذه في وسط أخرى لأني اشتغلت في سنة الماجستير على المسألة المنطقية الأولى عن نحل المعادن واستعدت للكثير في تحليل مبانيها وعلى فكرة مجال التداول العربي الإسلامي وفي لغته ومفهوم التقريب أيضا ومفهوم لغته الذي أخذه من البحث وحققه في السياق الحديث إذن بإجازة حتى السبب في ذلك هو محاولة الإبداع
المنقول، هو المنقول ليس معنى نقد، المنقول بلغة الطاعة والرحمن أي منقول من الغرب، في مقابل الإبداع المقصود، أي الذي يعود إلى الأصول ويستفيد بها ليستدمر وينتج زيادة للمفاهيم الفنية. ولفك هذه الإشكالية، بعض الأحمر يقول يركز على مسألة مهمة، هي الأدوات المقصودة قد تكون أكثر رائية والإجرائية.